بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي موقع الحدوته نيوز في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. 30 ثانيه قلبوا مصر، هزوا اركان السوشيال ميديا وقلبوا كل منصات التواصل الاجتماعي عندما ارتأينا بالاعين ماذا فعل كروان مشاكل مع الاعلاميه التي يقال عنها الاعلاميه انجي. نحن الان من داخل فيلاته، نحن الان مع محمد كشري تحرير الذي قاد السوشيال ميديا خلال الشهور الماضيه، وكان عنده راي بقى وعايز يقول، مع كل واحد ليه رأي عايز يقوله وكل واحد ليه يا لهو يا لهو يا شوفوا 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 الفيديو صعب للغاية. ده هقول لكم، جيت اعرض الفيديو وعرضته على محمد عادل المشهور الشهير بمحمد كشر التحرير، قال لي حرام، ما ينفعش، ما يصحش، اخلاق وشعور ودين، فين هم. الحقيقه محمد عادل ليه راي وعايز يقوله، محمد كشري التحرير اللي قلب السوشيال ميديا خلال الشهور الماضيه وبيتكلم بمنتهى الجراه ماذا يحدث او ماذا حدث في اللقاء الاخير، وما هي حقيقه علاقه انجي بكروان مشاكل، وما هي حقيقه العقد العرفي المبرم ما بينهم اللي كلنا شفناه عبر منصات التواصل الاجتماعي. طبعا احنا نسينا اللي بيحصل في البلاد الأخرى وفكرنا فيما يحدث في هنا في بين كروان مشاكل وإنجي. مساء الخير يا محمد، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه يا محمد، ايه الحكاية؟ انا عايزك توصف لي ايه اللي حصل. والله انا مش شفت الفيديو، ارفع اللايك. انا شفت الفيديو صراحه، يعني فيديوهات هم مع بعضيهم، منظر حاجه قله ادب وقله، يعني حاجه مش حلوه جدا قوي، حاجات يعني غلط جدا جدا جدا. حقيقه طيب انت الفيديو عملت له سكرول، كان ليك علاقه انت بيه كروان؟ والله انا شفت الفيديو ميديا. والله العظيم شفت الفيديو، بحلف بالله. أيوه. يعني بكون هو في حاجه زي كده بيت، هو اصلا مش عازب، يعني اول حاجه هو عازب مش متجوز، بس قاعد في وش، يعني قاعد مع ابوه ووالدته ولي اخ تاني اصغر منه، سيب له توك توك. ومعلش يعني الاعلاميه دي ايه برضك، عيب برضك ليا ما تطلع فوق وبكون مؤاخذه قلعه. معلش انت بتتكلم على اساس انك انت نجم سوشيال ميديا يا فندم، وتعرف الاصول في السوشيال يا فندم. معلش ده اكبر غلط. ايوه انا طلعت تحت التراب، ما يصحش. الصح اللي يمشي بادبه وباحترامه وذوقه واخلاقه. انا دلوقتي يا استاذه انجي، يا حضرتك يا اعلاميه، هي مش اعلاميه عامه، هي اعلاميه بس هي اسمها ظهرت على قنوات يا فندم، هي طلعت ماشي، بس هي معهاش كرنيه. معلش انا الاضرب، معهاش كرنيه. لا دي معهاش كرنيه، انا تاكدت من هذه المعلومه، انا الاضرب، لكنها اعلاميه وظهرت. انا اضرب، انا دخلت جزا مره مع مدينه الانتاج، ودخلت مع جزا، يعني مع ايه، معهاش كرنيه. تاني حاجة أصلاً أنت إعلامية ومعروفة. أيوه. معلش يعني، ومعروفة على قنوات. أنت حضرتك اللي أنت بتعمليه ده أكبر غلط. عشان أنت مش أنت اللي تعملي كده. هي قالت إن الفيديو اتسرب، بس اتصور ليه بالأساس؟ وتاني حاجة يعني أكبر غلط، معلش يعني أنت يا ابني إزاي أنت حاجة زي كده مؤاخذة، قالع مؤاخذة كده من فوق كده، يعني هو أكبر. أيوه. غلط. لا هو قالع. ده عيب. ده عيب. ده أكبر عيب يعني. وفي فيديو. أيوه. ده احنا لما ساعة ما طلعت ده لما نحترم خلق الله. ده احنا بنحترم خلق الله. عمرك ما عملت كده؟ اقسم بالله عمري. انك جبت بلوجر وتحب. لا 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 خالص. حتى اي فيديو اي صور ولا لا 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 لا. مالكش صورة واحدة. لا 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 لا، بص يا فندم، حتى معلش يعني حتى لو امشي باحترامنا. لو نمشي باحترامنا، ياما ما اتعزمت عند ناس. معلش يعني، بس مفيش كده. لان احنا شفناه ده، شايف ان الفيديو ده مسيء يا فندم. ده اكبر غلط، يعني المؤاخذه بتطلع بقبل المؤاخذه، اللبس العيرين ده اكبر غلط. والتاني برك بقرع، وتاني يحضنه مش عارف ايه، يحضنه ويرقص ومش عارف ايه، واكبر غلط. عاري، انا مش عايز اعدي. هو طالع عاري وطالع لا عادي، والتصوير شغال عادي. الله، يعني كانوا عارفين ان هما بيتصوروا. ما ده اكيد، ده اكيد دول اللي رفعوا كمان. هو اللي رفعوا على منصته الشخصيه. صح، اصلا هو اللي رفعوا. ما صفحته وباسمه. انت ازاي توصل يا ابني كده؟ معلش يعني، وانت ازاي ترضى عن نفسك ان انت تعملي كده؟ طب هسألك سؤال. امر. حتى لو مراته يا فندم، حتى لو مراته ما ينفعش تطلع فيديو زي كده. معلش يعني. انا عايز اعرف هم واخدينها ايه بالظبط؟ اللي مين دول؟
انت عم كرون اصلا دخلت موهبتك ايه؟ انا يا عم طرت من محل كشري التحرير وطرت لقيت نفسي انا صورت وربنا شهرني وشهرت وربك اراد ونعم بالله. أيوة. ويريتنا مش شهرني. بس اقول لك على حاجه، الشهر حلو برك في نفس الوقت الناس بتسلم علينا بالادب ونحترم خلق الله وبالاخلاق. بالاخلاق طبعا. لكن انت طلعت موهبتك ايه؟ غني هندي ايه وبتاع ايه وزفت ايه؟ انت بقول غني هندي. طيب شايف الازمه دي هو تاني حاجه اصلا ومش مع هو هو معاه شهاده معوق مش معامله وتاني انا تحفظ معلش ماشي. انا هنا مكان انجي وانا مكان كروان مشاكل لا حد يغلط في ضيف انا لا 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 احنا بنتكلم بالاسود يعني في ناس تقول لك هو تعبان مريض يعني في ناس كده وفي ناس تاني حاجه في ناس تقول لك ايه اللي هو يا فندم ده شتم طوب الارض يا فندم ده شتم ممثلين وشتم مطربين وشتم فنانين وشتم ناس كتير قوي انت لا 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 ده صعب انا ما لقيتش حد كده ده على الاقل بنطلع باحترامه وبنمشي باحترامه ونحترمه الطب اللي احنا ماشيين عليه ومفيش فيديو بيتصور لك في وضع غير لا 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 ولا في اي حاجه زي كده عشان احنا بنحترم خلق الله معلش يعني غصب عني والاحترام حلو بيت ابوك وطبعا دي اصلا حاجه مواظبه اللي انا عاوز اقولها دي دي اللي مواظبه بقله التربيه وقله ذوق معلش اللي بيحصل ده وده اكبر غلط بفيديو بتنشر على العام كده اكبر غلط ده رايك ده رايي طيب انت وانت يا استاذه انجي معلش يعني نعم بتوجه رساله بوجه الرساله دي للاستاذ انجي دي بقى لا طبعا استاذه انجي دي اصلا انا عارفه بقى لفتره وقبل كروان انت يا استاذه انجي دلوقتي انت شخصيه محترمه جدا وعالميه بس كل معلش يعني وتاني حاجه انت طلعت على جميع القنوات وثانيا انت عايشه في مكان حلو في مدينتي في مدينتي ليها في مدينتي ليها فيلا في مدينتي الفيديو ده انت تعرفه نعم الفيديو ده اتصور في شقه كروان في شقه كروان الفيلا لا 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 التصوير ده في شقه كروان مش عندها تقريبا ايش عرفك السنه دخلت عند كورونا لا بس لا مش عارف عشان متذكرش بس هي بتروح عنده نزلت. لا 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 هي بتروح عنده عشان يطلعوا لايفات هي بتروح عنده هي بتروح عنده تاني حاجه اصلا هو جاز مره يروح عندها هناك في مدينتي راح عندها جاز مره البيت الفيلا هي طلعت عقد امبارح هتوريني كده تمام هي طلعت عقد متابعينا الكرام امبارح وقالت ان ده جوزي والورق ده عرفي طبعا احنا بنتكلم مع حضراتكم بيبقى عندنا نوع من انواع العقل الورق عرفي وده جوزها يا فندم انا اسالك سؤال اتفضل واحنا مش قادرين الوقت نتجوز عرفي قادرين طبعا اقسم بالله كل واحد فينا يقدر وادينا بقسم بالله انا عايز اقول لك ناس يعني مش عارف يجيبوا رقم منين اقسم لك بالله عايزين يجوزونه عرفي وانا ما برضاش ما بترضاش برضاش اقسم بالله اقسم بالله العظيم ثلاثه وادينا بقسم بالله واقسم بالله كمان مره معلش يا فندم مفيش احسن من الحلال وحق ربنا ما ده حلال برضه بس انت مش على المبدا لا معلش اقول لك على حاجه السر يا فرحتي يا فندم الجواز العرفي ده يا سكتي يا فرحتي امشي ومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنه مع السلامه يا قلبي ده العرف بالنسبه ليا انا اللي انا عارفه ايوه فهمت قصدي انا ولا لا لكن انت لو تجوز حق ربنا جوزه طب قول كروان مشاكل ايه على انا عايز اقول كروان انت اللي انت بتعمله ده اكبر غلط وده دي مش نصيحه ودي اصلا معلش بعيب بتعمل فيديو أيوة. وتوصله مش المؤاخذة مصر بس مصر دي قد الدنيا كلها طبعا وبلد دي احسن ده بلد ده كل العرب شافوه ده جميع دول العالم شافوا الفيديو دوت وده اكبر غلط ده يا فندم دي في ساعه ده انا شفت الفيديو جاب اس برو ده جاب رقم ده ساعه ده جاب رقم